هلا بيرحبوا فيكم، معكم جينا. حلقة اليوم رح تكون كتير سبيشل. ليش؟ لأن رح أحكي لكم على بلدي اللي هو المغرب، وعرفكم على الكالتشرز والميك اب والأوتفيت، أي شيء بيناسب المغرب. وخليكم معي تشوفوا مين رح يكون ضيفة اليوم. وهلأ فقرة التيبس اند تريك. تريك اليوم رح يكون كيف فيكم تبتوا حواجبكم بطريقة خيالية. أول شي رح تحتاجوا صابون شفاف ومشط وفيكس بلس. بس شوفوا معي الطريقة كيف رح أعمل حواجبي بالصوت. وهيك بيضل شعر حواجبكم ثابت، واي منتو حطيتو فيه كمان بيتبك. ونكون خلصنا فقرة tips and tricks. تعالوا نشوف الميك اب tutorial. وهلأ فقرة الميك اب. كيف ما بتعرفوا معنا اليوم ضيفة كتير عزيز علي اسمها لميا. وكيف ما بتعرفوا لميا هي فنانة تشكيلية، يعني اول واحدة، صح؟ اول واحدة في العالم العربي بتشتغل فقط في الاصابع. فقط بالأصابع، يعني لازم تشوفوا شغلة يعني amazing. وكمان بترسم على الملابس، شوز، جينز، حتى عبايز، أي شيء بالفن تبعه. سو هلأ رح نعملنا ميك اب مستوحى من ثقافة المغرب، اللي هي ثقافتنا لأنه إحنا من المغرب. وكيف ما بتعرفوا إنه المغرب بنات أو جمال المرأة المغربية أو الميك اب كيف بتسوي، بيكون العيون مبروزة بالأسود بالكحل، وكمان بيستعملوا ريد ليبستيك. أنا حتى بينجوس رح يستعمل ريد ليبستيك هذا. أول شيء رح نبلش فيه هو المويسترايزر، لأنه كريم تارتي كتير مهم للبشرة عشان ترطبوا سكين وبتصير مستعدة للفونديشن. خبرينا عنك شوي. مستشارة فنية بأكبر مجمع ثقافي للفنون بالعالم العربي، الارت هاب. بنفس الوقت بشتغل ايفنتس، انت عارفة انا مهتمة بشركة تنظيم المعارض والايفنتس، وعامة كعروض ما بين المغرب، فرنسا، والامارات، وبيروت اكثر من 68 عام. واو. ففيها عروض مشتركة وفيها سولو اكزيبيشنز. أنا الفنانة الوحيدة اللي بشغل فقط الأصابع، يعني بطريقة تخصصت بها. بس مش من المغرب، بس لما جيت هون المغرب كنت شوي بستعمل الإيد، بستعمل الفرشات، بس ما كنت يعني 100% إيد. حتى جيت لهون خلاص تخصصت فيها. بس يعني أنت ارتحت بالأكثر من الفرشات؟ ما كان ولا شيء، ما بحب ولا شيء يكون حاجز بيني وبين اللوحة. تتخيلوا نفس الشيء، يعني أنا كميك أب أرتست تخيل انا بستعمل بس ايد، لانه فنانه بترسم كانك بترسم. فهلا راح نستعمل فاونديشن نفس لون بشرتها، وكمان الكافرج راح يكون ميديوم تو فول. راح استعمل فرشه، ما راح استعمل ايد. حبيت الفرشه. كابوكي. كيف عم تشوفوا حطيت الفاونديشن والكابوكي براش بطريقه الطبطبه. بتحب الميك اب؟ ما كنت بحب احط كثير ميك اب، ومؤخرا صرت شوي ممكن اهتم بالميك اب. سو بعد ما خلصنا الفاونديشن هنختاروا الكونسيلر عشان نخفي شوي الهالات السوداء. رح احط الكونسيلر على شكل مثلث، لانه هالطريقه ما بتخلي، لما بتقرب الكونسيلر للعين فوق بيكون عندنا الكونسيلر بزياده، فبيخطط مع الوقت حتى لو بمشتي. صح، عن جد المشكله. فلما تحطي بس على شكل مثلث، شوفي انا ما لمست الدائره، وبتصيري بعدين تمزجي وتطلعي شوي شوي فوق ليختفي الهالات السوداء. شو اكثر منتوج بتحبيه في الميك اب؟ يعني مستحيل تستغني عنه. غيمان. شو ماسكارا؟ ماسكارا حاجة الوحيدة اللي يعني ممكن مستحيل يعني ما نحطوها له، ضروري ندير الماسكارا. وانت
احنا عندنا اهم حاجة هو الكحل، صح؟ الكحول، وكان عندنا حتى الكحول التقليدي لو ما تقليدي. تعرفي. كنصوبوه، ما كانش الدواء تاعنا صح كيصوبوه، كان هي. بخمودة. وكمان عندنا العكار الفاسي، العكار الفاسي معروف كيديروا البنات هنايا، في كبلاشر طبيعي، في حتى عليكم تعرفي الليبستيك، تخيل الليبستيك أخضر اخضر، كيف كيتضرب من الحجر. في ليبستيك اخضر معروف عندنا، شو كيسميوه، هو خضر يعني، كان خضر بس يعني كيضل 24 ساعة ما بيتحرك نهائيا، وبيعطي لون طبيعي للشفايف. فهلا انا بحط كونسيلر على كل العين سوري عشان اوحد لون النصر. شو هلا رح استعمل هذا اللون للون البشرة عشان أثبت الكونسيلر. هلا رح استعمل كحل أول شيء، شوفوا رح كحل داخل العين وكمان شوي برا. انتي جربتي المروكن برودكت اللي هو الباليت اللي سموها مروكو احنا لانه اليوم لابسين مغربي صح الاحكام. المروكن باليت الجديده اللي سووها تبعت الميك اب، لا مليون واحده كمان اسمها كفتان باليت really بيغنيها، wow that's so ومن inspiring مواد صراحة. طبيعيه من المغرب oh يعني تراديه organic organic makeup، كله اورجانيك. ايه بستعمل هلا البراون عشان أدمج مع الأسود، بيعطوني يعني العين المكحلة. هلا رح اخذ اللون الاورنج وادمجه كمان مع البني والكحل الاسود اللي حطيناه، شايفه اوتوماتيكلي بيسحب لي العين، انا رح اسحبها اكتر برا. رح نرسم الكحل على العين ثانية. انت دايما بتكحلي عيوني صح؟ أغلب الأوقات هلا رح استعمل قلم الكحل، بس راح كحل تحت يعني داخل العين. اوكي شوفي لتحت عشان هالحركة بتبين انه الرموش انتنس اكتر يعني اسرع عشان يبين السكين. فلميا سألتني على حركة الباودر. أي صح. سو ليش انا حطيت الباودر بزيادة، كيف ما بنسميها طريقة البيكن، كان خبزه نفس الشيء، فاش كتخبزي باش ما يعني باش ما يلصقش الخبز، فنفس الشيء. فأنا راح حطيت باودر من تحت العين بزيادة لأنه برسم العين، بتعرفوا بستعمل آي شادو، آي شادو مثل الباودر، فحتى لو نزل ما بيوسخ لي من تحت عيني، بس بشيل يعني الباودر خلاص انسان مشاكل. فكرة حلوة هذه. سو هلا راح نبلش بالبيتش كولر كلون تحويلي من فوق العين. اوكي بهذا البلندنج براش وبدمج على كل العين، بنسميه الكريس. سو هلا رح استعمل براون على طرف العين. شو ألوانك المفضلة؟ أنا معروفة بالألوان بتاعت الطاقة الإيجابية، وألواني إذا شفتي لوحاتي كلها فلاشي، كلها فيها صح ألوان غريبة، فما عندي لون محدد، بحب كل الألوان، إنه كل لون عنده رمز وعنده شيء. بس يا فش كتشوفي صراحة لوحاتك بتحسي شفتي فرحانة طاقة صح إيه والله. إنه الألوان، وأنا بعد عالم الألوان وفلسفة الألوان شيء يعني كبير كبير. واسع، إيه وتعرفي إنه دايما بشوف بلوحاتك دايما بتحصلي حصان ومرة صح؟ متخصصة نساء أحسن، لأنه بعض بيعتبروني النقاد إنه الفنانة الوحيدة اللي رسمت الخيوط بكل الألوان، اوه يعني بألوان كل الألوان، ما تركت لون ما رسمت به الخيوط. وش هو انا كتحبي ولا كتحاولي تعطي هو في شيء مش مس يعني شخصيتي، تعطي لا لا بس حل؟ لأنه في شيء مش شخصيتي اوكي وبحبه، وغير هيك المرة لأنه أنا من يوم ما ابتديت وأنا بشتغل عن المرة،
اوكي فأنا بعمل حركة رجال ومرأة ستات، بس أغلب شيء نساء. بس بتعطي القوة للمرأة. شفت، لازم النساء يتحدوا معايا. أكيد إحنا معاكي والله. سو هلا بدمج البراون على طرف العين عشان تعطينا السحر. انتي في نظرك انه كل العيون بيلزمها صحة؟ لا في عيون على حسب. أي على حسب. وعيوني انا يعني عشان اعتمد لوك، مرات بقول احط الاي لانه بيطلع لي احلى، بيطلع كتير حلو صح؟ بس اي لاينر ضعيف اوكي، لانه عيوني كبار. لانه المساحة اللي عندك هنايا صغيرة، فلازم يكون very thin. رح استعمل الاي لاينر بس بالاي شادو اوكي اسود، بجي على اخر العين وبصير اسحب. والطريقة حتى البنات اللي بتحسوا دايما عيونكم كتسيل الكحل، دايما استعملوا الاي شادو. فهلا راح استعمل بس لون جولد على شوي برونز. فهلا راح نجرب الرموش. بتحطي الجلو، دايما خدي الجلو اللي بيكون فيه مشيطة بحركة. لازم تطلع معي اشتري هاد الشغلة. لا لا لا، فهم اسمعوا بحس مدينة. بعد بتخليه ينشف few seconds، لأنه الجلو لما ما بيكون ناشف بيصير الرمش يطلع فوق تحت. تتأكدوا إنه لصق الرمش. بعدين شو بنساوي؟ بستك رمشك الطبيعي. فأنت حاولي تسوي بإيدك رمشك الطبيعي مع الرمش الاصطناعي عشان يصير واحد. بس شفتي كيف تغير لون؟ صح، الروج يفرق كتير. كتير اوكي. تحت خلي شوي نشف. هلا راح اخد الايلاينر. سو هاي شوفي تحت اوكي، و ايدي انتبهي ايدك. هاي طريقة بتخلي الواحد مرتاح وفي نفس الوقت اشوف بيرفكت. سو ناو رح نزود بس شوي اي شادو براون، وهالميك اب بيناسب حتى العراس ويعني والله حتى ديلي. تحسي مش ثقيل ديلي و تلعبي بالليبستيك اكزاكتلي نيود او ايش. حسيتي انه في شي لون غريب ولا بتستعملي على الالوان نورمال؟ شوي ممكن. لا بس أهم الألوان بحبها أصلا. ترابي على ترابي سو راح ندمج شوي نكون خلصنا العيون. هلا شفتي في اي شادو شوي تحت؟ اوكي سو هلا بنشيل. سو كيف ما عم تشوفوا سوينا الكونتورينج بهذا اللون اللي شوي على رمادي مو على اورنج عشان يحدد لي الخدود، وبعدين باخذ برونزر وبحطهم فوق الكونتورينج عشان يعطيني لوك طبيعي. بيبان محدد بس برونز. هلا رح نحدد الانف. سو رح استعمل نفس لون الكونتور
وهلا راح استعمل بلاشر لون بيتشي على بينك سمايل. تعرفي كيفاش نرسم البلاشر؟ تبتسمي وين ما بينرسم الخدود كنتري one and then you blend. اوكي. وبعدين الهايلايتر لازم، انا I love highlighter. بس قبل رح اعطيك الماسكارا تحطيه من تحت. اوكي فهذا الهايلايتر على جولدن راح استعمله مثل سيل. هاي الحركة مستحيل، حتى لو ما كنت حاطة ميك اب لازم احط هايلايتر على الأرض. أنا سريجة شو بعمل بيه؟ بس بحطه هون وهات ضروري. نو كمان احط شوي بزاوية العين وتحت الحواجب. جميل. كيف زوينة أصلا. So جابا red lipstick. اوكي. سو هيك بنكون خلصنا الميك اب لوك، يلا معانا نشوف الشعر. حبيت. وهلا فقرة الشعر، كيف ما بتعرفوا عملنا ميك اب شوي تقيل مع الليبستيك، وكمان رح نلبس قفطان مغربي بالاخير، فانا حبيت اخلي الشعر بطريقة كتير سمبل كيرلي. فتعالوا معي تشوفوا الطريقة كيف رح استعمل الايرون واساوي الكيرلز. اول شي رح نشيل البوندانا. يس. وبعدين رح مشط الشعر وهلا رح اخذ الايرون ونبلش. Can you hold it for me؟ So طريقة الايرون عشان يطلع لكم كيرز، اول شي بتخلوه يعني بحرارة عالية، وبعدين انا بحب اسوي ستريت من هون، وبمسك بنص الشعر والف مرتين الايرون تو تايمز عشان يعطي عشان يعطي بيرفكت كيرلز. كيرلي. وبتنزلوا شوي شوي. من اجمل اختراعات هذا الايرون والله. فعلا. سو بعد ما تخلصوا تفتحوا الايرون شوفوا بيرفكت، يعني واحد اثنين ايه الطريقة اللي اشتغلتي بيها حلو. سو نفس الشيء تو تايمز، وبعدين بننزل الايرون شوفوا. سو هلا رح نستعمل نفس الطريقة على كل الشعر. وهيك بنكون خلصنا الشعر، وكمان فيكم تفتحوا لو بدكم او تمشطوا عشان يبين اكتر طبيعي، بس احنا راح نخليه هيك عشان نلبس الكافتن وبعدين راح تشوفوا الفاينل لوك. وكيف ما بتعرفوا بتقاليد بلدي المغرب معروفة بالقفاطين والجلاليب اللي بتكون يعني فيها الوان واختيارات على حسب اختيار الشخص او على حسب اللي بيحب الواحد، فاحنا جبنا لكم شوي يعني بس شوي عشان تكون عندكم فكرة على اللباس التقليدي المغربي. في عندنا لا على حسب المناسبة.
أكيد على حسب المناسبة، كما بتشوفوا أنا ولميا لابسين جلابة مغربية مودرن، يعني فيها صالة جبلية اكزاكتلي هاي فصالة بنقول جبلية يعني من منطقة عنا بالمغرب جبل اكزاكتلي، وهاي بتكون مودرن يعني فيها أي واحد يلبسها يعني بطريقة أكتر يعني مناسبة خفيفة أو في اكزاكتلي البيت بتستضيف ضيوف أو طلعة رايحة شي خفيف. ففي كمان جلابيات تانيين مثل هاي فيها الأصفر أخضر يعني جميع الألوان، بس إحنا اليوم للفاينل لوك اخترنا قفاطين، قفاطين المغربية اللي حتى أكثر المشاهير بيلبسوها في العالم، يعني في العالم صار كله موضة القفطان، صار صارت العالم من العالم موضة، عالم من العالم بيلبسوه. فخليكم معنا عشان تشوفوا الفاينل لوك. وهيك بنكون خلصنا حلقة اليوم، شعر وميك اب وقفطان مغربي. كيف ما عم تشوفوا أحلى شيء بالقفطان المغربي إنه بيبرز جمال المرأة يعني بيبرز أكثر جسمها بطريقة كثير حلوة ومحترمة. فشكرا كثير لميا، شكرا لك، حبيت اللوك كتير حلو، أخذت منك تجارب ويعني شغلات على الميك اب ما كنت بعرفها من قبل، وحبيت القفطان، يعني أنا على طول بحب القفاطين، بمثل أكيد. بلدي بالقفطان. لو حبيتوا لوك اليوم ما تنسوا تطبقوه على حالكم بصورة أو فيديو وتبعتونا، وأكيد رح نكمل الحلقة بأحلى شاي مغربي.